طيب نروح بقى لتصريحات كيروش في المؤتمر الصحفي اللي أقيم بالأمس. قال إن في لحظات عصيبة هتمر على الفراعنة في مباراتهم أمام تونس، لكن على حد تعبيره قال نحن سعداء أننا سنلعب ضد تونس، هو فريق رائع ولديهم مدرب رائع أيضا. قال كمان المنتخب التونسي تأهل لكأس العالم 5 مرات، بالتالي هذا يعطينا كل المعلومات فيما يتعلق بالنتائج الملموسة للمنتخب التونسي، وهذا يعني أنهم دائما على مستوى عالي وبإمكانهم لعب كرة قدم جيدة. أضاف كيروش وقال الفرق الأربعة اللي وصلت لنصف نهائي كأس العرب هم أفضل فرق البطولة، والمباراة غدا ستكون صعبة، اللي هي مباراة النهاردة ستكون صعبة على الطرفين. برضو من ضمن التصريحات اللي قالها قال في بعض اللحظات الأمور ستكون صعبة علينا خلال اللقاء، وحينها علينا أن نكون أقوياء لكي نتمكن من تجاوز كل المشكلات، وهناك أيضا لحظات أخرى ستكون فيها الأمور صعبة على تونس، وسوف يكافحون ويقاتلون للتخلص من كل العراقيل في وقتها.